وجميع على تجسسهم معنا الحضور و يعني القدوم لمشاركتنا في هذا ان شاء الله الاجتماعات ان شاء الله تستمر على مدى 4 أيام حول قوة الإرادة. ضيفنا الدكتور محمد ميمون غني عن التشهير، تقديمي لن يزيده يعني شيء، لكن من باب يعني الروتين المتعود نكسره هو ياخذ هو المايك. فدكتور محمد ميمون هو منشئ مشروع سفراء التنمية العالمي وعضو هيئة تدريس بجامعة الجزائر، وأيضا له نشاطات عديدة قدمت هذه الدورة أكثر تقريبا من 120 مرة وكذا 180 مرة ما شاء الله. آخر مرة كانت 120 لما جانا السنة الماضية. فالآن طورت هذه الدورة لمستويين، قوة الإرادة المستوى الأول وقوة الإرادة المستوى الثاني. له أيضا نشاطات في التخطيط الاستراتيجي الشخصي والتخطيط التشغيلي، وهو أيضا في الفترة الصباحية لديه دورات في التخطيط التشغيلي والاستراتيجي الشخصي. نأمل أن جهده الذي بذل في الصباح لا يؤثر علينا، يعني حقنا عليه في المساء لابد أن يعني يكون بكامل قوته إن شاء الله. إن شاء الله. نسأل الله يعينه. هي على مدى 4 أيام من 5 إلى 8 مساء إلى 5 إن شاء الله. الحضور الذين سجلوا أسماءهم في الخارج ستكون هناك شهادة يعني حضور مجانية ستكون من مؤسسة نصح إن شاء الله. ومن أراد أن يكون هناك في شهادة لها قيمة معينة يمكن أن يتواصل مع الأستاذ حسني نقلش اللي هو مسؤول سفراء التنمية في ليبيا، عندهم شهادة بقيمة معينة يمكن أن هو يعني من معتمدة من أكاديمية لعلها في كندا وكذا، فيمكن أن هو يطلبها بنفسه ويتواصل معه. نترك المجال للدكتور. بارك الله فيك. نحن الحين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. أمسينا وأمسى الملك لله، الحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد أخواتي الكريمات إخواني الكرام أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزور ليبيا للمرة السابعة بحمد الله عز وجل. دائما شعوري يزداد تحسنا وقوة وإدراكا بأن ليبيا بخير، مهما يقال في وسائل الإعلام أو مهما نشعر من مشاعر ربما قد لا تكون طيبة أحيانا. ليبيا بخير يا جماعة، ليبيا بخير إن شاء الله. أرحب بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، كما أشكر دار الإفتاء الليبية على هذه الاستضافة المسائية ولعاية كذلك قناة تناصح الفضائية. نأمل أن نقضي معا ساعات طيبة مع هذه الدورة. هذه الدورة قدمتها قبل سنة ونصف تقريبا هنا في هذا المسرح بحضوركم ربما أو بحضور إخوة آخرين. كنا مضطرين لتقديم المستوى الأول مرة ثانية حتى نمكن من لم يحضر سابقا لحضور المستوى الثاني. هذه الدورة إذن قوة الإرادة وكيفية جذب أو صناعة فرص النجاح، نقدمها اليوم للمرة رقم 183، وقدمت آخر مرة في كامبالا في أوغندا، في عاصمة أوغندا كامبالا، قبل حوالي أسبوع، أقل من أسبوع، يوم الأحد الماضي. قدمت قبلها في نيروبي في كينيا، وقدمت قبلها في فالنسيا وفي برشلونة في خلال الشهر الفائت فقط يعني. فبحمد الله عز وجل الأمور طيبة وإخوانكم متلهفون للتعلم دائما. الفرصة ربما هنا في ليبيا أفضل بكثير من الفرصة في أماكن أخرى لحضور مثل هذه الدورات. إذن أشكركم جميعا وأتمنى أن نقضي معا وقتا مفيدا ممتعا بحول الله تعالى. أنا دوري الآن أن أعدكم بالمتعة والفائدة، لا سيما أن الدولة قد شهدت بعض التعديلات، بعض التطور من منذ سنة ونصف إلى غاية الآن. انتقلنا من رقم 124 إلى رقم تقريبا 184. ففي هذه السنة نضجت هذه الدولة وتمكننا من وضع ربما مستوى ثاني وعلى وشك أن يكون لها مرحلة ثالثة متقدمة جدا، وهي مرحلة التطبيقات والعمليات إن شاء الله تعالى. إذن قوة الإرادة وكيفية جذب فرص النجاح، هذه الدورة إخواني الكرام نتكلم فيها عن الإرادة. ما هي الإرادة؟ كيف نستطيع أن نصنع إرادة قوية؟ كيف نمتلك إرادة قوية؟ وكيف تكون هذه الإرادة القوية جاذبة لفرص النجاح؟ نعم، هل يمكن أن تكون عندنا طاقة تجذب فرصة؟ نعم،
سأتكلم عن هذا. لدينا نماذج وأمثلة وشواهد، هناك استراتيجية معينة سوف نتعرض إليها في هذه الدورة بحول الله. عندما نفذت هذه الدورة أكثر من 100 مرة قبل حوالي تقريبا سنتين وزيادة، أسميتها مفاتيح العطاء. أصبح عنوان الدورة مفاتيح العطاء، من الاستعداد إلى الإمداد. يا أخوان الكرام، العطاء، أنا أريد، من يعطيني ما أريده؟ الله عز وجل أكيد يعني يهيئ لي أسباب العطاء بالجهد، بالفرصة المناسبة إلى آخره. فهناك عطاء وأنا أريد، فكيف أحصل على هذا العطاء؟ هناك مفاتيح، إن نحن امتلكنا هذه المفاتيح نستطيع أن نحصل على هذا العطاء. لذلك جعلت شعار هذه الدورة قوله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. القرآن الكريم، المولى عز وجل يعلمنا على أن العطاء ممدود، العطاء ليس محظورا أبدا، وما كان عطاء ربك محظورا. أين المشكلة إذن؟ أنا أريد ولا أستطيع أن أحصل على شيء، هل المشكلة العطاء؟ لا أبدا، المشكلة في الاستعداد وليس في الإمداد. سنحاول في هذه الدورة أن نتجول في هذه المعاني، في هذه الأفكار، وأن نتعلم أيضا ما الذي يجب علينا أن نقوم به حتى نحصل على هذا العطاء بإذن الله تعالى. هذه الدورة إذن تقدم اليوم نمرة 184، نحتاج فقط تعديلات على الصورة هناك. محاور هذه الدورة سريعا، محاور هذه الدورة: أولا، هناك مجموعة من المقدمات المنطقية في تحديد مفاهيم نتعرف من خلالها على المصطلحات. ما معنى الإرادة؟ ما معنى الفرصة؟ ما معنى الطاقة؟ ما معنى العطاء؟ إلى آخره. فنحتاج إلى أن نعطي بعض المقدمات حتى نفهم هذه الأشياء جيدا، ثم ندخل في صميم هذه الدورة بحول الله تعالى. أيضا في هذه الدورة نتعرف على قانون التوفيق أو قانون العطاء، ممكن نسميه قانون العطاء أو قانون التوفيق. ما هو التوفيق يا جماعة؟ ممكن واحد منا يسأل أو يسمع من أحد أصدقائه، من والده، من الوالدة، من أستاذه دعوة مباركة يقول له: يا بني، يا أخي، أسأل الله لك التوفيق. ما معنى التوفيق؟ التوفيق بين ماذا وماذا؟ التوفيق بين شيئين، لا يكون توفيق إلا بين شيئين. رب عز وجل قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بين طرفين، بين شيئين. إذن ما هو التوفيق؟ قانون التوفيق يكون بين إرادة أمتلكها أنا وفرصة من نفس النوع في مكان ما في هذا العالم، فأنا أستطيع أن أحصل على هذه الفرصة، فيحدث التوفيق بين إرادة وفرصة. قانون التوفيق إذن، أو التوفيق بين إرادة أمتلكها وفرصة أحصل عليها من مكان ما، من زمان ما. طيب، نتعرف على هذا القانون ونبين علاقة قانون التوفيق بما يسمى قانون الجذب. هنا أتكلم عن هذا القانون بطريقة فيزيائية وبطريقة عقلية أيضا في وقت من أوقات هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. في هذه الدورة أيضا نتكلم عن مراتب قوة الإرادة. طيب، الإرادة نعرفها، كيف نستطيع أن نبني هذه الإرادة؟ كيف نستطيع أن نصل إلى أعلى مرتبة من مراتب الإرادة؟ وما علاقة مراتب الإرادة بمفاتيح العطاء؟ كل مرحلة من الإرادة تمكننا من امتلاك مفتاح من مفاتيح العطاء. طبعا هذا يحتاج إلى يومين كاملين أو إلى 6 ساعات، اليوم نأخذ 3 ساعات إلا قليلا، وغدا بإذن الله تعالى 3 ساعات إلا قليلا، ونستطيع أن نستكمل هذه المحاور قبل أن ننتقل معا إلى المرحلة الثانية. أيضا في هذه الدورة سنتعلم ما هي الإجراءات والمهام التي توصلنا إلى امتلاك هذه المفاتيح. نحن جميعا نبحث الآن عن 4 مفاتيح، أين هي؟ كيف نصل إليها؟ كيف نمتلكها؟ هناك مجموعة من الإجراءات والمهام سوف نتعرض إليها بحول الله ونتعلمها ونستطيع الاستعانة بها لنحسن من مراتب الإرادة عندنا، وأيضا لنمتلك هذه المفاتيح، مفاتيح العطاء. أيضا في نهاية هذه الدورة، المستوى الأول، سوف نتأكد معا على أن القلب كاشف والفرص تتجلى. القلب كاشف والفرص تتجلى. الفرص كثيرة في هذا العالم يا أخوانا الكرام. من يرى الفرص؟ من يراها؟ هذه الفرص يراها المستعدون لاقتناصها فقط.
العالم يا أخواني الكرام مليء مليء بالفرص، ولكن لا نكاد نراها. لماذا؟ لأننا لم نمتلك ربما تلك القوة التي تكشف لنا هذه الفرص. القوة هذه نستطيع أن نبنيها بحول الله تعالى، أي في القلب. يعني أقول القلب هو جزء من النظام، من العقل. لما نقول العقل نعني به الوعي، ونعني به اللاوعي، نعني به الدماغ المدرك، ونعني به منطقة القلب التي تشعر وتتفاعل مع المدركات. هذا كله عبارة عن نظام إدراكي، أو نسميه إذا شئتم العقل. والعقل له نظام مثل أنظمة التشغيل في الكمبيوتر. فالكمبيوتر عنده هارد وعنده سوفت، كذلك الإنسان عنده هارد وفيه سوفت، برامج. الهارد هو الدماغ والقلب، والسوفت هو العقل والنظام. سأتكلم عن هذا النظام بطريقة جديدة بحول الله تعالى، هي نتيجة أبحاث كثيرة، وسوف تكتشفون مع جميع إخواني الكرام وأخواتي الكريمات بأن القلب كاشف للفرصة. كيف يكشفها؟ علامة استفهام. نتعرف على هذا بحول الله أثناء هذه الدورة. الهدف من هذه الدورة، أولا نريد أن نتعرف على أهم قوانين الكون والحياة والإنسان والعقل، القوانين المرتبطة بقانون العطاء. هناك قوانين لها علاقة بالعطاء، نحاول أن نتعرف على هذه القوانين حتى نقوي عندنا الاستعدادات لهذا العطاء. أيضا في هذه الدورة نحاول أن نفعل طاقتنا الإيجابية، هذه الطاقة التي يمكن أن تساعد عقولنا لجذب الفرص المهمة. طبعا هذه فقط مقدمة لهذه الدورة حتى نتعرف ما هي المحاور وما هي الأهداف. فنعمل على أن نفعل طاقة العقل الجاذبة للفرص المهمة والمساعدة على تحقيق الأهداف. العقل يا أخواني الكرام شيء عظيم جدا، هو سر التكريم. هذا العقل الذي به قال المولى عز وجل لعباده الكرام في القرآن الكريم: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن، خلق فسوى، ليس هناك شيء أفضل وأقوى من الإنسان نتيجة هذا العقل. فهذا العقل يا أخواني الكرام هناك من عطله، هناك من أوقفه عن المسير فترة من الزمن، وهناك من لا يعرف أين وكيف يشتغل معه. فبهذه الطريقة ربما، أو بهذه المحاور التي سوف نتعرض إليها بحول الله، سنعرف كيف نستطيع أن نعيد تشغيل النظام بطريقة كفأة تساعدنا على أن نحصل على ما نريد في هذه الحياة. أيضا نعمل على تعزيز النور الداخلي. الله عز وجل يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الأبصار لا ترى من غير النور يا جماعة. لو كان هذا المكان مظلم هل نستطيع أن نرى شيئا في هذه القاعة؟ لا نستطيع. أنا في حاجة إلى النور حتى أرى بعيني. كذلك هذا القلب، القلب يبصر، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب إذا له نور يرى به. فنعمل من خلال هذه الدورة على تعزيز النور الداخلي. هذا النور الداخلي هو الذي يجعل الفرص تتكشف أمامنا وتتجلى، ثم نستفيد من هذه الفرص. أيضا في هذه الدورة سنطلع على أسرار العطاء عند الأشخاص الناجحين، مجموعة من القصص الملهمة هنا وهناك. نتعلم من هذه القصص كيف أن هؤلاء استطاعوا أن يحصلوا على ما يريدون من خلال هذه التجارب ومن خلال هذه النماذج. أيضا لاحظوا معي هذه الصورة أيها الكرام أخواتي الكريمات، هذا جبل الجليد. هذا جبل الجليد، نعتقد بأن الجبل هو هذا، هذا الذي يظهر. نعم هذا الجبل الظاهر، وهناك الجبل الباطن، هناك العقل الظاهر وهناك العقل الباطن. ربما بعضنا يرى أشخاص آخرين ناجحين فيعتقد بأنهم نجحوا هكذا ضربة حظ أو صدفة أو بدون أي جهد، لم يقم بأي فعل، نجح هكذا خلاص. يعني هذا كلام غير صحيح. أنا أتكلم عن النظام. ذلك النجاح سببه هو تلك القناعات والمعتقدات والتضحيات، وربما فشل متكرر كما حدث مع إديسون، كما حدث مع كثير من الناس. يعني فشل متكرر، أهداف موجودة، تركيز عالي، مغامرات أحياناً،
هذا الذي يبنى في العالم الداخلي وهو الذي يسبب في الظاهر ما نسميه نحن النجاح. فالنجاح إذن له قوانين. أنا لا أتكلم عن العطاء أو النجاح الذي يدمر صاحبه. بعض الناس يعني أرادوا فأخذوا ما أرادوا وفي نهاية المطاف هلكوا. وليبيا بالذات تعرف هذه الأشياء. أين القذافي؟ ألم يكن قائدا؟ ألم يكن رئيسا؟ وبعدين انتهى. هذا لا يسمى عطاء يا أخواني الكرام. هذا لا يسمى عطاء. لأن البناء بالداخل لم يكن سليما. فالعطاء إذن يا أخواني الكرام هو أن نقوي الإرادة في الداخل. وهنا سأتكلم عن ثلاث مفاتيح نصنعها في الداخل ومفتاح لابد أن يكون في الخارج ليفتح لنا باب الفرصات.